يشرف سيدنا النبي قدمه لنا، حتى ان هو لقى النور في وجهه قال كيف اصبحت يا حارثة؟ انت عامل ايه؟ قال اصبحت مؤمنا يا رسول الله، انا مبسوط ان انا مؤمن. قال انت اصبحت مؤمنا، طب علامه ده ايه؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا، مش عزوف النفس ان انا بقعد في الجامعه، مش عزوف النفس ان انا بقعد في اتقوقع كده واقول والله ربنا هيرزقني وخلاص انا زاهد في الدنيا. لا ده مش عزوف، ده عزوف النفس بمعنى الدنيا مش في قلبك، الدنيا في ايدك. خرج كل طاقتي لكن برضه في ايدي، راحت جت ما حصلش اي ازمه عندي. ده معنى العزوف عن الدنيا. فاظمأت نهاري بالصيام وقمت ليلي بالقيام حتى اني اذا وقفت بين يدي ربي اصلي كاني ارى عرش الله بارزا، وارى اهل الجنه وهم في الجنه يتزاورون، وارى اهل النار وهم في النار يعذبون. فقال النبي عليه الصلاه والسلام يا حارثه عرفت فالزم او ابصرت فالزم. ده النموذج، نموذج الولاء لله عز وجل. النقطه الثانيه الانتماء. هل الولاء ضد الانتماء؟ هل الانتماء حرام؟ لا، ده الانتماء ده فطره موجوده عند الخلائق كلها والاسلام بيأكدها، مش بس عند الانسان ده عند الخلائق كلها. مبدا الوطن، مبدا الارض، مبدا المجتمع، مبدا الزماله، مبدا ان احنا نعيش في مجموعه اللي القران سماها امه. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا إيه؟ أمم أمثالكم. أمثالك عندهم فروع وعندهم كبار وعندهم صغيرين وعندهم أطفال وعندهم حياة كاملة. أنا قعدت فترة كبيرة مهتم جدا بمسألة الأمم دي، مسألة فكرة أمة دي. قرأت كتير عن سلوك علم الحيوان وسلوك الحشرات. عايز اقول لكم لو تعرفوا السلوك علم الحيوان ده في حد ذاته بيزود الايمان بالله. اللي عايز ايمانه يزداد يقرا في سلوك علم الحيوان. كيف القطيع اللي احنا بنشوفه، القطيع ده منظم جدا للقائد وللجنود والناس اللي ينظموه ووزع الادوار بكل دقه. ده مفهوم الأمة. إذن الانتماء ده فطري، فطرة عند الإنسان، والقرآن الكريم تحدث عنه في سورة النملة. في أصل من النملة؟ ما في أصل من النملة؟ النملة الصغيرة دي لها عقلها التي خلقه الله عز وجل عشان يؤدي وظيفة في الحياة، ما تقولش إزاي، ولها لغة بتخاطب بيها زمايلها وليها مصلحة مع زمايلها وليها منهج ماشي عليه. فسيدنا سليمان، معلوم أن سيدنا سليمان عليه السلام من النعم اللي ربنا أعطاها لسيدنا سليمان دون بقية الدنيا كلها أنه كان يتفهم ويفهم لغة الطير والنمل والمخلوقات. ف سيدنا سليمان ماشي بالجيش بتاعه، سمع النمله بتقول لزمايلها ايه؟ يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ايه ده؟ ما كانت ممكن تقول ادخلوا مساكنكم وخلاص، ده في خطر جاي علينا. ده هي عارفه ان ده سليمان وده جيش سليمان ودي رساله سليمان، وسليمان ده مش ظالم، ده رايح في خير وهو رسالته رسالة خير وهو نبي وعطاه العذر وسعوا له الطريق لأنه ممكن يدسكم مش واخد باله وهم لا يشعرون. حذرت وأنذرت وأعذرت، إيه ده؟ إيه العصبة دي؟ من الذي علمها ذلك؟ مين اللي علمها كل ده؟ فسيدنا سليمان تخيل واحد ماشي بيسمع نبي، شوف العظمة. سيدنا سليمان عليه السلام
تبسم ضاحكا من قولها، فتبسم ضاحكا من قولها، وبعدين حس بنعمة ربنا عليه، وجهه اترفع للسماء وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ده اسمه إيه؟ اللي عملته النملة ده اسمه إيه؟ اسمه الكبرى. فطرة موجودة عند النملة، ربنا خلق النملة عليه. زي ما الإنسان كده يخرج بره مصر شوية يقول: يا مصر وحشتني والله، والله مصر وحشتني جدا. ده ما فطرة موجودة، أنت فطرة، أنت ربنا فطرك عليها، تحب وطنك. وأيا كان هذا الوطن، حلو ولا وحش، لازم تحبه. زي مثلا أنت لما في بلدنا كده بقى يتجوزوا وتخرج من الحتة ولا من الحارة ولا من الشارع، تروح بيت جوزك بعد شويه كده: يا انا نفسي اروح الشارع تاني، مش كده ولا ايه؟ وحشني الشارع. ده فطره، فطره موجوده عند كل انسان، ده اسمه الانتماء. زي الانتماء للعيله، انتماء للارض، انتماء للشركه، انتماء للمدرسه، انتماء للبلد. وافضل انتماء، اساس الانتماء، هو الانتماء للارض او للوطن. يجي بقى بعض الناس يقول لك ايه؟ ما فيش وطن في الإسلام، ما فيش وطن في الإسلام. تخيلوا بقى أن الكلمة دي كلمة استخراج عالمي. ما فيش حاجة اسمها استعمار عالمي، اسمه استخراج مش استعمار، لأن الكلمة دي أصلا حلوة. ما هو من برضه من الغزو الثقافي اللي احنا عشناه بقالنا سنين طويلة، يجيب لك مصطلح حلو جدا ويركب مفهوم عليه وحش جدا، فيجيب لك مصطلح منمر حلو ويركب عليه مفهوم ايه؟ مفهوم وحش جدا. فشويه بشويه احنا نستخدم المصطلح ده، لما نستخدم المصطلح ده شويه بشويه في منطقه اللاوعي عند الشعوب، فتقوم تستخدم المصطلح، تبدا المفاهيم تتغير. أنا نفس النظام، سموا الغزو وسموا الخراب استعمار، مع إن كلمة استعمار يعني من التعمير، وكلمة قرآنية في الأصل: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم عمارتها، فمعلش أنا بسميها استخراب. وبالتالي يقول لك إيه؟ نعم؟ شكرا، دخلي. فبالتالي يقول لك اصل الاسلام ما فيهوش وطن. تخيلوا ان المفهوم ده اللي بصاه للناس الاغبياء دول الاستخراب العالمي مش الاسلام. طب الاسلام فيه وطن ولا ما فيش؟ فيه وطن ولا ما فيش؟ ده فيه صورة. انا مره بتكلم مع حد فيهم قلت له يعني عفوا، ونرجع بقى في بداية كلامي بقى على البصيرة والبصر، خلي بالكم البصيرة والبصر، إن لازم الإنسان يفكر قبل ما يقتنع بأي حاجة. فبتكلم مع حد فيهم قلت له: أنت قرأت القرآن؟ قال لي: آه قرأت القرآن كله. قلت له: كداب، يبقى أنت قرأته وأنت مش فاهم حاجة. قال لي: إزاي؟ قلت له: يا راجل ده في سورة كاملة اسمها سورة البلد، توديها فين يا جدع أنت؟ هتودي سورة البلد فين؟ ده في سورة في القرآن اسمها سورة الايه؟ البلد. قال وربنا ذكر فيها الانتماء لما قال ايه؟ لا أقسم بهذا البلد. وعلى فكرة لا هنا مش نافية، هنا في لا للتأكيد، اللي فيه زي لا أقسم بيوم القيامة، يعني أقسم بيوم القيامة بس التأكيد. لا أقسم بهذا البلد. وانت ايه؟ حلم البلد. يعني ايه وانت حلم بهذا البلد؟ انت مواطن. انت حلم بهذا البلد، يعني انت مواطن بهذا البلد. انت فرد من هذا البلد. ايه ده؟ يبقى في وطن ولا ما فيش؟ وطن جغرافي للحلول. وده ما تعارضش مع الاسلام. بالعكس، الاسلام بياكد عليه: وانت حلم بهذا البلد.
الى اخر الى اخر الى. وبعدين يجي الصحابه كان عندهم ولاءات مختلفه. ولاءات احنا قلنا الولاء ناصيتك ارادتك بتديها لمين؟ فكان عندهم ولاءات مختلفه للاصنام مره، للقوم مره، للهرقل، للناس إيه؟ فربنا وحد الولاءات خلاها لله. لكن الانتماءات زي ما هي، حب بلدك زي ما سيدنا سلمان كان من فارس وموجود في المدينه المنوره. جه الاسلام عشان يكرمه فارس؟ لا، حبه وحنينه لبلده ظل كما هو. صهيب الرومي من الروم، هل الاسلام جه يكرهه في الروم؟ لا. ده العجيب بقى الخطير ان سيدنا سلمان ده لما الاسلام دخل الفرس اصبح ملكا على الفرس، اميرا على الفرس. ليه؟ عشان الصحابه عارفين يغزوا الحنين شويه، لانه قعد فتره كبيره بعيد عن وطنه، فيغزوا الحنين بتاعه ناحيه المكان فيقوموا خليه امير هناك على 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 الفرس فتره كبيره على خراسان. ايه ده؟ ايه العظمه دي؟ كان فيه كان فيه اوس وخزرج في المدينه. لا زي ما هم الاوس والخزرج، انت خليك اوس وانت خليك خزرج. كان ممكن الاسلام يجي سيدنا النبي يقول لا خلاص ما فيش اوس ولا خزرج، ما فيش مهاجرين وانصار، ما فيش بني اميه وبني تيم وفي بني عدي والقبائل دي، ما فيش اسماء خلاص. لكن لا، ده كانوا احيانا يقعدوا بينهم من بعض كده كل واحد يتفخم بابائه، افخر بابائه مش بس بدون عصبيه. ومره من المرات جلسوا، يقول واحد يقول انا جدي كان فلان، والتاني يقول جدي كان فلان، والتاني يقول جدي كان فلان. سيدنا سلمان يا عيني الفارسي قاعد ما عندوش عيله ولا عنده حد في الجزيره العربيه، فعشان سيدنا النبي يجبر بخاطره. ها؟ انت عارفين الشعور ده؟ يكون غريب في وسط ناس. ساعات الانسان بيحس بوحشه فقاعد مش قادر يتكلم. فسيدنا النبي راح رأفة وشفقة به. واحد بيقول بني تيم، والتاني بيقول بني عدي، والتالت بيقول بني كذا. قال وسلمان منا آل البيت. انت سلمان تبعنا بقى انت. انت تبعنا. ايه ده؟ ما ده انتماء. ما ده انتماء. وانتماء للارض. وانتماء للوطن. ده انتماء. وبالتالي الانتماء دي ليه احكامه. النهارده بنسمع واحد بيذبح واحد بسكين، الله اكبر الله اكبر، بيذبحه بسكين، يقول الله اكبر وبيذبحه. يقول لك انا بجاهد في سبيل الله. جهاد بقى سيدنا النبي حدده. قال ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون داره فهو شهيد. اذا الشهاده لما انت تدافع عن انتمائك، مش الشهاده ان انت تذبح الناس. الشهاده ان انت تدافع عن انتمائك، تدافع عن ارضك وبلدك وعرضك، تدافع عن مجتمعك. هو ده الجهاد في سبيل الله. مش الجهاد في سبيل الله ان انا عندي فكره معينه عايز اطبقها على الناس، الناس ما ترضاش ان نطبقها، نقوم ندبحهم ونقول الجهاد في سبيل الله. ده مش جهاد، انما هذا عدوان وبغي. اتضح اذا مفهوم الولاء ومفهوم الانتماء. اخيرا، هل كل اللي بيتكلم بالدين صادق؟ هل كل اللي بيتكلم بالدين ممكن يكون صح؟ لان احنا عندنا عاطفتنا الدينيه، اللي بيقول بالدين ده يقول ايه؟ يقول ده خلاص يا عم احنا بنسلم له وخلاص، ده راجل بتاع ربنا. لا يا ولاد، مش كل اللي بيتكلم بالدين صادق.
ولا كل اللي بيستخدم الدين على صح؟ ازاي؟ الراجل ده شيخ كبير، ده بيطلع في التلفزيون، ده بيقول كلام حلو قوي. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا النبي كان بيوزع مال بعد غزوة حنين، سيدنا النبي كان بيوزع المال، ففي واحد طبعا كل واحد طبعا بياخد مثلا خمس غنمات ولا حاجة، في قسمة معينة على الكل، الكل بياخدها. الراجل ده مش عايز خمسة، عايز عشرة. يعمل ايه؟ هو عينه على ايه؟ عينه على الفلوس، هي عينه على الدنيا. اذا هو عايز من سيدنا النبي بدل ما يديله خمسة يديله عشرة، ادي كل ما طلبه. فجيه قال له كده ايه؟ قبل ما يات قال له يا محمد، قال له نعم، قال له اتق الله واعدل فانك لا تعدل. الخير